في مهرجان العصر الرابع بالعنابي نلتقي بأحد النحالين. الاسم الكريم اتعرف عليك؟ سلمان مسعود سالم الثوري الفيفي. عم سلمان نقول لكم يعطيكم العافية. الله يعافيك. كيف المهرجان معكم؟ الحمد لله المهرجان معنا كويس. إقبال جميل وبيع وشراء. الحمد لله. وأحسن ما فيه هو أن الأمير أجينا وحضر المهرجان وافتتحه. صحيح. أحسن شيء وأحسن ما صحيح. هو دائما سمو أمير منطقة جازان يتوج جميع الفعاليات هنا في المنطقة بحضوره وتشريف هذه الفعاليات وتدشينها. الحمد لله. تقول لي العسل الموجود عندك وش أنواع العسل الموجود؟ عندنا سدرة وعندنا سلام. السدرة بكم؟ 300 آخر شيء يعني ما نأتي لها من الأخير ما أحسنت نطلع أحسنت أيه. وهذا على 200. نعم. وهذا 200. هذا وش اللي 200؟ هذا سلام. سلام. جبلي جبلي جبلي. وهذا سلام. سلام. أيوة. وهذا سحة اللي هنا نقول له عندنا شخيرة أو زي كذا هو على 400. جميل. أيوة. والأنواع هذه؟ وهذا برضو الجبلي سمرة السدر المجرى. طيب اللي يبغى ياخذ عندنا عسل من يتواصل مع مناحل جبال فيفا. نعم. لإنتاج العسل هذا هو رقم عمنا سليمان سلمان مسعود سالم الفيفي. يمكن التواصل معه ويمكن شحنه مباشرة عن طريق البريد السعودي الموجود هنا في خيمة المهرجان. نعم.